لو زهقت من نغمات الايفون المعتادة وعايز تغيرها بكل سهولة ومن غير كمبيوتر، يبقى الفيديو ده علشانك. انا محمد العربي ودي قناة فكرتي. السلام عليكم. في الاول احنا هنحتاج نحمل التطبيقين دول، اول تطبيق اسمه رينج تونر وتاني تطبيق اسمه جراج باند، وهسيبلك اللينكات في الوصف. واول تطبيق هنفتحه رينج تونر، وبعد كده هضغط على لوكال فيديو، وبعد كده هخش على الفيديوز، ودي كده كل الفيديوهات اللي عندي على الموبايل. اختار الفيديو او الاغنية اللي انا عاوز اعملها نغمة للموبايل، هختار الفيديو ده. طبعا انا هنا في الشرح مقدرش اجيب فيديو ليه حقوق طبع ونشر زي اغنية لعمرو دياب او اغنية لتامر حسني، بس المثال ده للشرح بس مش اكتر. ممكن اشغل الاغنية، تمام هي دي الاغنية اللي انا عاوزها، هتك تشوز. وفي حالتنا هنا الفيديو 4 دقايق و19 ثانية، اقدر اصغر المؤشر كده واحرك الجزء اللي انا محدده علشان اجيبه عند بداية النغمة اللي انا عاوزها بالظبط. ممكن اجيبها لمين او شمال زي ما انا عايز كده مثلا. وبكده انا حددت الجزء اللي انا عايزه خلاص، هضغط نيكست. هنا هسمي الاغنية بالاسم اللي انا عايزه، هسميه مثلا فكرتي، هقوله دن، وهضغط على زرار جنريت، نوت ناو، هقوله سيت از رينج تون. بعد كده هختار انه يتنسخ على برنامج جراج باند، هاجي بالبرامج دي يمين واقوله مور، هنزل تحت لغاية ما الاقي كوبي تو جراج باند. وبكده احنا فتحنا النغمة في برنامج جراج باند، هضغط عليها ضغطة طويلة، وبعد كده هقول له شير، هضغط على رينج تون، وهنا بيقول لي هناخد اول 30 ثانية من الجزء اللي انت محدده، هقول له كونتينيو، وبعد كده اضغط على الاكسبورت. هقول له يوز ساوند از، وهنا بيديني 3 اختيارات، بيقول لي عاوز دي نغمة للموبايل، ولا عاوزها نغمة للرسائل، ولا عايزها نغمة لكونتاكت عندك. انا هنا هقول له هخليها نغمة الموبايل بس كده. كل اللي هعمله هطلع برا عشان اتأكد انها بقت نغمة للموبايل. خش على سيتنج، على ساوند، على رينج تون، هلاقي حاطط لي النغمة اللي انا عملتها نغمة للموبايل خلاص. ودي نغمات تانية انا عاملها برضو بنفس الطريقة، والخط ده خط فاصل ما بين النغمات الاصلية بتاعت الموبايل والنغمات اللي انا عاملها. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنساش تشترك في القناة وشير الفيديو ده لاصحابك اللي معاهم ايفون. شكرا.